أحمد علي يباغت طارق صالح بأول خطوة تصعيد لإسقاط سلطته. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشفت مصادر مطلعة عن خطوة تصعيدية من جانب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا وسفير اليمن لدى الإمارات من 2013 إلى 2015 أحمد علي عبد الله صالح ضد العميد طارق محمد عبد الله صالح. وأوضحت المصادر أن أحمد علي بدأ التصعيد ضد طارق صالح وسيطرت قواته على الساحل الغربي عبر تمويل وإنشاء قناة باسم تهامة. وأشارت المصادر إلى أن القناة تتبنى مهمة التحريض ضد سلطة طارق في الساحل التهامي وممارساته الاستبدادية والإقصائية وتصعيد مطالب الحراك التهامي الانفصالية. ولفتت المصادر إلى أن التحضيرات لإطلاق القناة تزامن مع اجتماعات متواصلة في عدن والقاهرة جمعت شخصيات اجتماعية وقيادات في حزب المؤتمر جناح أحمد علي والحراك التهامي وقيادات من الألوية التهامية وأعلاميين ولقاءات مع سفراء الدول الكبرى وعلى رأسهم عضو مجلس النواب عن المؤتمر الشيخ هبة الله علي شريم والد عصام شريم مؤسس قناة تهامة والبرلماني محمد ورق ورئيس الحراك التهامي وقائد المقاومة التهامية العميد عبد الرحمن حجري الذي نشط سياسيا خارج اليمن مؤخرا وعقد لقاءات مع سفراء الدول العشر ذات العلاقات من داخل اليمن.